نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان، مساء الخير. بالتوازي مع ترقب لقاء بيت عنيا حريصة غدا للنواب المسيحيين برعاية البطريرك الراعي على صلاة وتأملات وخلوة روحية وغداء بعد القداس، ومهما كانت نتائجه الأولية ترتفع وتيرة الحراك الدبلوماسي في بيروت يوما بعد يوم، في وقت دخل لبنان الأسبوع الأول من شهر سادس والبلاد من دون رئيس للجمهورية. المفوض القطري محمد الخليفي يستمر ولليوم الثاني على التوالي في لقاءاته المسؤولين والشخصيات والأفرقاء اللبنانيين، مستطلعا الآراء فيما يخص الأوضاع وآفاق انتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال. بالتوازي السفيرة الأمريكية في لبنان التي بدأت أمس مروحة جديدة من لقاءاتها أجرت اليوم وستجري بعده سلسلة لقاءات تتعلق بالاستحقاق. ومن دول اللقاء الباريسي الخماسي أيضا سفيرة فرنسا في لبنان أنجريو التي انطلقت بجولة جديدة منذ أمس على المسؤولين في بيروت. وإذا كان من المعروف أن قطر على تنسيق مع السعودية وضمن اللقاء الخماسي، فإن أوساطا سياسية مطلعة تشير كذلك إلى اتصالات غير معلنة يجريها السفير المصري في لبنان ياسر علوي في سياق استطلاع المواقف والجهود للتسهيل على الأفرقاء اللبنانيين في بلورة أجواء تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية إذا أمكن قبل القمة العربية المقررة في الرياض في 19 من أيار المقبل، علما أن اللحظة السياسية مستجدة في المنطقة بعد اتفاق بكين السعودي الإيراني تؤشر إلى أجواء مقبولة إقليميا ما يفرض على اللبنانيين اغتنامها. تبقى الإشارة معيشيا إلى جانب يتعلق بعدد من التجار الفجار الذين يرفعون الأسعار على الطالع والنازل ومن دون أي رادع أخلاقي أو بشري أو سواه. نستمع الآن إلى كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إفطار دار الأيتام الإسلامية. المؤسسين ومن تعاقبوا على الإشراف عليها ومن عملوا على نهضتها ومن يتابعون شؤونها حاليا. في شهر الخير والرحمة والمغفرة لنتذكر ونعمل بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. والمعروف اصطلاحا هو كل فعل حسن بنظر العقل، أما المنكر فهو كل قبيح بنظر العقل. المعروف يقوم على حماية الناس، والمنكر يقوم على دفعهم للتهلكة. المعروف يقوم على الدعوة للوحدة والتعاضد، والمنكر يقوم على دعوات الفرقة والتشرذم. المعروف يقوم على الاتفاق على ما ينفع الناس، والمنكر يقوم على استعمال الناس وقودا لمعارك الآخرين ودفعهم إلى هاوية الحرب والخلافات العبثية. اللهم نعوذ بك من أهل المنكر، واجعلنا بفضلك من أهل المعروف. أيها الحفل الكريم، يأتي لقاؤنا اليوم في خضم أزمة خطيرة يشهدها وطننا على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعل ما يقلق أكثر هو الخطاب الطائفي المتفلت الذي شهدنا أحد أبشع مظاهره فيما جرى قبل أيام، وكأن البعض لم يتعظ مما مر بوطنه أو عاد إليه الحنين لحقبات الانقسام الأليم. أعرف مدى الحزن والألم الذي يعتصر قلوبكم مما جرى، ومن ردود الفعل التي صدرت عن إخوان لنا في المواطنة على قرار لم يشكل في جوهره إساءة لأحد ولم يستلزم كل هذا التجيش الطائفي البغيض. وإننا إذ نقدر الكثير من الأصوات الحكيمة التي عبرت عن رفضها وإدانتها للتجيش البغيض، فإننا ندعو المرجعيات المعنية إلى معالجة ذيول ما حصل
وأبي الصدى. ولكي أكون صريحا معكم أقول أدرك تماما عتبكم الضمني على ما جرى واستيعابنا بصدر ما حصل، ولكن كونوا على ثقة بأن ما قمنا به جنب وطننا مخاطر دفع إليها أصحاب السلوك الفتنوي الذي جرى ويجر الويلات على هذا الوطن. إن هذه الثوابت الراسخة في رؤيتنا السياسية التي تدفعنا إلى المعالجة بحكمة لم تجعلنا يوما نساوم أو نتنازل عن حضور ودور وحقوق المكون الأساسي الذي نمثل. وهذا ليس من باب الطروحات المذهبية، ولكن لبنان محكوم بالتوافقية الطائفية. وحين يتحدث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلا أن نحمي حقوق السنة في لبنان كمكون أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى. وأكبر إساءة توجه إلى السنة هي في تحويلهم إلى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى، فيما هم في الواقع أبناء دولة، أبناء دولة ملتزمون خيارها الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع. أيها الحفل الكريم، عندما قبلت تولي رئاسة الحكومة كنت أدرك تمام الإدراك حجم المخاطر والتحديات التي ستواجه مهمتي، ولكنني راهنت على الإرادة الوطنية الجامعة ستدفع الجميع إلى التعاون معنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة والبدء بالمعالجات المطلوبة. وعلى هذا الأساس سيرنا أمور الدولة بأقل كلفة ممكنة، وأجرينا انتخابات نيابية، ووقعنا اتفاق أوليا مع الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، وأنجزنا مشاريع القوانين الإصلاحية ذات الصلة والتي باتت في عهدة مجلس النواب. ولكن يبدو أن البعض يريد الهروب من مسؤولياته عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وأقرار القوانين المطلوبة، بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية. ولكن ليكن معلوما أننا لن نلين أو نستكين أمام طغيان أحد أو افتراء أحد. والحملات الإعلامية والإساءات الشخصية المنظمة والمستمرة لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها أو في إحباطنا. لقد بقيت متمسكا بمسؤوليتي شعورا مني بأن التخلي عنها سيقضي على ما تبقى من مقومات الدولة والكيان وقدرة صمود لدى الشعب، وللذين يطيب لهم انتظار التطورات تأتي من الخارج فراحوا يملؤون الوقت الضائع بالتنصر من التبعات بتوجيهها إلي. أقول أنا لا أتحدث بلغة المرارة، ولكن بلغة صارمة مفادها أن لكل شيء حدود، وأن التهتك الوطني والأخلاقي ستكون له أوخم العواقب. يأخذون علينا الهدوء والصبر والنفس الطويل، ونعيب عليهم قصر النظر وضيق أفق الرؤية. يأخذون علينا خطابنا المتوازن المعتدل وتمسكنا بالحقوق بصلابة دون ضجيج، ونحن مستمرون على هذا النهج وبالخطاب المقرون بالفعل. لا نرفع السقف ولا نلين بقول الحق. يأخذون علينا العطاء من دون ضجة وخدمة الناس سرا أكثر من العلانية، ونقول لهم عطاؤنا لله وهو يجزي عليه، وخدمة الناس عبادة فخيركم لأهله. يغطون على فشلهم وخلافاتهم وقلة الكفاءة وانعدام الإحساس بالمسؤولية وعلى عبثه بمقدرات البلد والمواعيد الدستورية وخرق القوانين، وهو نهج تعودنا عليه، دأبوا عليه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالتصويب على رؤساء الحكومة السابقين ورئاسة حكومة وما تبقى من هذه الحكومة المؤقتة وتحميلها وزر مجنة أيديهم. عندما قلت أن صبري بدأ ينفد، كنت أشير بصراحة وأحذر من أن البلد نفد مخزونه بفقد قدرته على المقاومة والنهوض. عندما قلت اللهم إنني قد بلغت، كنت أحذر من الخطر الداهم الذي فاق قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمل.
حكومتنا تقوم بتسيير الأعمال وتصنيفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريا، وتقوم بدور الحافز الكياني والمؤسسات، ولكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية يضع البلاد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين. إن الحل يبدأ أولاً بإعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الأساسية والحساسة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وإقرار الإصلاحات المطلوبة. إخواني أخواتي، لقد عقدنا العزم على مواصلة تحمل المسؤولية، لأننا على قناعة بأن هذا الأمر يحمي وطننا، ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الأشرار عدمي الضمير والمسؤولية. ولنا أولا وأخيرا في قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم، خير عضد وخير سند. حمى الله لبنان، والسلام عليكم. إذن الرئيس ميقاتي وخلال إفطار دار الأيتام الإسلامية قال: أعرف مدى الحزن والألم الذي يعتصر قلوبكم مما جرى ومن ردود الفعل التي صدرت عن إخوان لنا في المواطنة على قرار لم يشكل في جوهره إساءة لأحد ولم يستلزم كل هذا التجيش الطائفي البغيض. وتابع: إننا إذ نقدر الكثير من الأصوات الحكيمة التي عبرت عن رفضها وإدانتها للتجيش البغيض، فإننا ندعو المرجعيات المعنية إلى معالجة ذيول ما حصل ورأب الصدع. وتابع كذلك الرئيس ميقاتي إذن خلال إفطار دار الأيتام الإسلامية قائلا: أكبر إساءة توجه إلى السنة هي في تحويلهم إلى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى، فيما هم في الواقع أبناء دولة ملتزمون بخيارها، أي الدولة الحاضنة للجميع والعادلة للجميع. وقال كذلك: ما يبدو هو أن البعض يريد الهروب من مسؤوليته عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار القوانين المطلوبة بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية. ليكن معلوما أننا لن نلين أو نستكين أمام طغيان أحد أو افتراء أحد، والحملات الإعلامية والإساءات الشخصية المنظمة والمستمرة لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها أو في إحباطنا. جولة المفاد القطري إلى لبنان في هذا التقرير. واصل وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي يرافقه السفير القطري في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والوفد المرافق جولته على القيادات والمرجعيات. مساء اليوم انتقل الخليفي إلى بنشعي والتقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، وكان بحث في التطورات وأبرزها ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي. استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرز الخليفي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ونوه الوزير الخليفي بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة، مشددا على وجوب استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره. من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على الدعم المستمر للمؤسسة. المسؤول القطري التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب في حضور سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار قيوم جيان، إضافة إلى رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور وعضو جهاز العلاقات الخارجية شربل العلم. وكان الخليفي قد زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في كليمانسو مساء الاثنين في حضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جملاط والنائب هادي أبو الحسن، حيث تم عرض للتطورات في لبنان
والمنطقة. الخلافي التقى أيضا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة في حضور نائب رئيس الحزب، وتطرق البحث إلى أهمية تعزيز لغة الحوار للوصول إلى حلحلة للأزمات الداخلية العالقة ولعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد. في الصرح البطريركي في بكركي، بحث البطريرك الراعي في آخر التطورات مع السفيرة الفرنسية آن غريو التي عرضت للجهود المبذولة للخروج من الأزمة، وذلك في إطار الحوار الدائم مع البطريرك الذي تثمن فرنسا دوره البناء للوصول إلى مخرج للأزمة بحسب ما أفادت. وفي السراي اجتمع رئيس الحكومة ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا رونيكا التي وضعته في أجواء التقرير الذي صدر عن لبنان في مجلس الأمن الدولي، وشددت على أهمية استقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الكاملة، وركزت على أهمية وجود قوات اليونيفيل وعلى احترام القرارات الدولية، كما دعت إلى احترام الاستحقاقات الانتخابية وبينها استحقاق الانتخابات البلدية والاختيار. الرئيس ميقاتي اجتمع كذلك مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شي التي تجري منذ أمس مروحة جديدة من اللقاءات في لبنان. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شدد أمام زواره أمس على أن الانتخابات ستجري في مواعيدها ولا تراجع عن هذا الاستحقاق، ولفت إلى أن تشكيك البعض بإجراء الانتخابات هو شأنه، لكن الحكومة ستمضي في عملية تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجاز الاستحقاق. ووصفت أوساط حكومية معنية الكلام الصحفي بأن رئيس الحكومة يسعى مع الرئيس بري إلى تأجيل الانتخابات بذريعة عدم الاقتراب من حقوق السحب الخاصة بأنه مجرد تضليل وهجوم مستمر على الحكومة على قاعدة المعارضة للمعارضة. زار السفير الروسي ألكسندر روداكوف على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة الروسية في لبنان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ميرنا الشالوحي، حيث سلمه دعوتين، الأولى للمشاركة في مؤتمر لقاء الأحزاب في موسكو، والثانية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في سان بيتر، كما تناولا تطورات الملف الرئاسي. في دار الطائفة الدرزية في فيردان سلسلة لقاءات للشيخ أبي المنى الذي شدد على الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. وفد من حزب القوات اللبنانية برئاسة النائب غسان حاصباني ومكلفا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع نقل إلى شيخ عقل الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى دعوة لإفطار رمضاني تقيمه القوات اللبنانية في معراب في 12 من الحالي. حاصباني: كانت هناك جولة أفق حول الانتخابات الرئاسية كمدخل أساسي لكل إصلاح وتعاف نتطلع إليه في المدى القريب، آملين أن تكون هذه المرحلة للحلول والمقاربات السليمة لاختيار رئيس الجمهورية المثالي أو الأفضل للمرحلة، أكان باستعادة ثقة المجتمع الدولي وإعادته إلى العلاقات العربية السليمة أو ما يتعلق بقدرته على الحفاظ على الدستور وتطبيقه، وجمع أكبر عدد من اللبنانيين حول مشروع إصلاحي للبلاد. وردا على سؤال حول لقاء النواب المسيحيين الأربعاء وإمكانات نتائجه: نحن كنواب مسيحيين دعينا إلى يوم تأمل وصلاة خلال فترة الصوم في الأسبوع العظيم لنتشارك جميعا القراءات الروحية والصلوات والتأمل، وسيكون هناك قداس أيضا من بعده في مأدبة غداء. ليس هناك على جدول الأعمال أي نقاش سياسي أو يتعلق برئاسة الجمهورية أو أي موضوع آخر أكثر مما هو لقاء جامع للنواب المسيحيين للتأمل والصلاة، على أن يعني إن شاء الله الله يلهم الجميع وليس فقط المسيحيين للوصول إلى ما نرجوه جميعا، وهو انتخاب رئيس جمهورية مناسب لهذه المرحلة من تاريخ لبنان. الشيخ الدكتور سامي أبي المنى رأس اجتماعا لمجلس إدارة المجلس المذهبي وصدر عن المجلس بيان تلاه أمين السر المحامي نزار البرادعي استعجل فيه إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من حالة تعطيل المؤسسات، وأهب المجلس الدرزي بالحكومة أن تتصدى لكل الملفات المعيشية القاهرة وأن تعالج مسألة حقوق موظفي القطاع العام والمتقاعدين مدنيين وعسكريين قبل انفجار خطر للواقع الاجتماعي. نواصل النشر بعد هذا الفاصل.
أحييكم من جديد. سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في السراي الكبير. في السرايا الحكومي تقديم طروحات لحل أزمة أوجيرو خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفدا من نقابة أوجيرو بحضور المدير العام للهيئة عماد كريدي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر، إضافة إلى وزير الاتصالات جوني القرم الذي علق على اللقاء بالقول بأن الأجواء كانت إيجابية جدا، موضحا إنه تم تقديم طروحات عديدة قريبة ومتوسطة الأمد لحل المشكلة، معلنا التوافق على طريقة العمل وعلى التقدم بهذه الطروحات إلى هيئة الاستشارات لأخذ الموافقة عليها ولطرحها على جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي من المفترض أن تكون الأسبوع المقبل. هلأ بالنتيجة كلنا بنعرف أنه اليوم النقابة عم بتطالب بأربع شغلات. عم بتطالب ببدلات نقل اللي هن الخمسة لتر بالنهار للي بيحضروا على الشغل، كمان عم بتطالب بمساعدات مدرسية تاني شغلة، وتالت شغلة عم بطالبوا كانوا بمبلغ مقطوع فريش دولارز حسب الرتبة، كمان هذا طلب ثالث، وفي طلب رابع كمان له علاقة بالتأمين الصحي، كون انه اليوم مثل ما بنعرف بالنتيجة هدول موظفين بدهم يشتغلوا. انا وجهة نظري كانت ولا تزال، وقلت له لدولة الرئيس انه بدنا نجرب قدر الامكان نجرب نحيد هالقطاع اللي هو هيئة اللي هو عنده استقلاليته الإدارية، نحيده عن بقية القطاعات بالدولة. والسبب هو بسيط، انه انا برايي انا كوزير، مش لانه انا مسؤول عن هالقطاع هيدا، بس رايي كوزير انه هيدا المدخل لكل الدوله بالمستقبل، كل القطاعات بالمستقبل الانتاجيه وغير الانتاجيه، انه هيدا الباب اللي نحن بدنا نمر فيه اجباري لنوصل للنتيجه نقدر نقوم بالمؤسسات بهالبلد، نرجع نقوم بالاقتصاد، مجبورين نمروا عن طريق الانترنت وعن طريق الاتصالات. وفي السرايا الحكومي وزير الصحة فراس الأبيض ووفد من نواب منطقة عكار ضم محمد سليمان، أحمد الخير وعبد العزيز الصمد، وتم عرض أمور صحية تهم هذه المناطق خصوصا فيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، لا سيما المستشفى الذي ستنشئه الدولة في منطقة جبل أكروم بهبة من دولة الكويت، معلنا التواصل مع مجلس الإنماء والإعمار قائلا سيوضع هذا المشروع على السكة إن شاء الله. واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب، الذي وضع الرئيس ميقاتي في أجواء زيارته إلى الأردن، والاجتماع الذي عقده مع الملك عبدالله الثاني ومع نظيره الأردني أيمن الصفدي. كذلك تم التطرق إلى قضايا إدارية وإلى موضوع النازحين واللاجئين، معلنا أن اللجنة المكلفة ستبحث موضوع اللاجئين قريبا برئاسة الرئيس ميقاتي للنظر في تطورات هذا الأمر مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجهات المعنية. واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان مروان الصحناوي، وجرى البحث في إيجاد الوسائل لنتمكن من أن نكون أكثر قربا من الشعب المهمش لنعيد له كرامته وثقته، فلبنان وطن دائم، وهذا لا يتم بالكلام بل بطريقة التعاطي على المستويات الطبية والاجتماعية والتربوية والزراعية. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار في مؤتمر صحفي أن برنامج أمان لدعم الأسر الأكثر فقراً قد تم تعديله. ثمن نادي الصحافة عالياً تدخل وزير الإعلام زياد المكاري من أجل وقف استدعاء المسؤول عن منصة ميغافون جون قصير أمام أمن الدولة على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي حسناً فعل في استجابته لطلب وزير الإعلام، آملين من معاليه الاستمرار في هذا النهج ومعالجة قضايا الإعلام الخاص أو الرسمي وفق القواعد المهنية والحقوق المكرسة. إن نادي الصحافة يؤكد من جديد وجوب احترام حرية الصحافة والتعبير وعدم جواز ملاحقة الإعلاميين إلا أمام المراجع المختصة، وهي حتى الآن محكمة المطبوعات. استقبال وزير الإعلام زياد المكاري في تلفزيون لبنان في التقرير الآتي.
في مكتبه في تلفزيون لبنان استقبالات عديدة لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، وفي أولى لقاءاته السفير الأرمني في لبنان فاهاجن أتابكيان، وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع إضافة إلى العلاقات الثنائية وطرق تعزيزها وتطويرها، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الإعلام. الإعلاميون الذين أتموا دورة الدفاع المدني زاروا كذلك الوزير المكاري لشكره على مشاركته ورعايته للنشاطات ذات الصلة. وأمامهم أعلن الوزير مكاري أن مشكلة الإعلام في لبنان أنه ليس جسما موحدا. مشكلة الإعلام أول شيء منه جسم موحد في لبنان، عرفتي؟ اثنان، في موضوع الحصانة يلي أنت ما جبت يصير الحصانة الإعلامية دايما يلي بينحكى فيها ممنوع حدا هيك ممنوع حدا هيك ممنوع حدا هيك ممنوع حدا هيك. بالإضافة للشيء اللي عم تطرحيه هلأ أنت يلي له علاقة بموضوع خليني يسميه أسيرانس أو أنه ضمان أو أنه تقاعد أو كذا، في طريقتين. يعني أول شيء أنا شخصيا بشك أنه الدولة تقدر تعمل هالشي، لأنه المؤسسات الخاصة هي صارت موجودة وين ما كان، يعني مثل كل شيء. يعني ما فينا نحن كدولة أو كحكومة نفوت بهذا الموضوع، نحن نهتم بمؤسساتنا، المؤسسات الخاصة كلها سوا هي أساسا بدها تتولى هذا الموضوع مثل كل محلات بالعالم. هلا أنا يعني يلي بطمح له إنه يكون في نقابات منيحة بلبنان، يعني مثل أنا مثلا أرشيتكت مهندس، عندي نقابة منتسب إلها، هي بتحفظ لي حقوقي، هي بتحميني، بتحفظ لي عائلتي، أسيرانس عائلتي ومعيش تقاعد وإلى آخره. يعني الحل بتكن أنتوا تساعدونا يروح باتجاه النائبات. أطلق وزير العمل مصطفى بيرة من وزارة العمل المرحلة الأولى من تركيب الطاقة الشمسية في الوزارة، وذلك لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. بالحقيقة نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام مشكورين، وأصحاب المكاتب تداعوا وعرفوا أنه في خطة ثلاثية أقرها مجلس الوزراء، نقصد بالثلاثية أنها تغطي العام 22 إلى العام 25. بالفعل يعني تقدموا مشكورين بعرض كتاب رسمي أنه هن تحت عنوان أن الخطة تسمح بالجهات المانحة، فعرضوا علينا أنه المساعدة في هذا المجال. اتفقنا نحن وياهم أنه نحن لا نتعاطى بالشيء النقدي من باب الشفافية والحوكمة الرشيدة. طلبت منهم أنه هن يعملوا استدراج عروض لشركة لكي يرسوا الأمر على شركة تكون موثوقة واحترافية. بالفعل أخذوا وقتهم، عملوا استدراج عروض في هذا المجال، تم يعني رسى العرض على شركة طبقت هذا الموضوع، وتم تأمين الخطة التأسيسية للوزارة، يعني كل شيء تأسيسي لما تحتاجه وزارة العمل تم تأمينه، بحيث تأمنت الطاقة الكهربائية بنسبة 45% لمجمل الوزارة، وتم تأمين السيرفر والسيستام المرتبط به بشكل كبير جدا، بحيث أي جهة مانحة تحت هذا العنوان ستأتي من بعدهم. ما هو مطلوب منها فقط أن تزيد فقط الألواح وتزيد البطاريات فقط، ولكن البنية التحتية السادة في نقابة وأصحاب مكاتب الاستقدام أمنوها مشكورين. أوساط سياسية تؤكد التمسك برئيس المرادة لرئاسة الجمهورية. نقلت أوساط سياسية عن زوار عين التين أن رئيس البرلمان بهبري حسم أمام مجموعة من الشخصيات بأن المعركة لإيصال رئيس المرد سليمان فرنجي مستمرة ولن يكون فيها أي تعديل، وإذا كان هناك من عوائق فعلينا العمل داخليا وخارجيا لإزالتها. ولقد أفاد رواة ينقلون حوارا بين رئيس المجلس والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا بعد سؤالها له عن سبب التمسك بترشيح فرنجي لرئاسة الجمهورية، فأجابها: ما هي مشكلتكم أنتم معه؟ إذا كنتم تبحثون عن شخصية قادرة على التحدث والتفاهم مع سوريا وحزب الله
فمن برأيكم يمكنه ذلك؟ وأضاف بري: هل تعرفين أحدا من المرشحين الفعليين غير فرنجي يمكنه التحدث مع الأسد لمعالجة أي أمور عالقة بين البلدين، خصوصا في ملف النازحين؟ ومن من هؤلاء غير فرنجي يثق به حزب الله ويمكنه التفاهم معه حول أمور كثيرة تخص لبنان وعلاقاته الخارجية، ويمكن أن يمون على الحزب في بعض الأمور؟ وأشارت الأوساط إلى أن الرئيس بري أضاف: من قال إن فرنجي ليست له وضعية مسيحية؟ صدر عن الرئيس ميشيل عون البيان الآتي: إن أي خلاف سياسي بين أبناء الوطن الواحد هو مرحلي ولا يبرر تفلت الخطاب وجنوحه نحو الكراهية واستثارة الغرائز الطائفية وغير الطائفية. إن المجتمع التعددي هو مصدر غنى للبنان، فلا تجعل منه مصدر ضعف وتفتت، وتذكر أن الحروب الداخلية مدمرة للجميع، والتشبث بالماضي لا يبني المستقبل. ويبدو أنه من الملح التأكيد أن اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عنها في وثيقة الوفاق هي تدبير إداري لا تقسيمي، فلا يتلطى أحد وراءها لا للترويج لمشاريع مرفوضة ولا لاستعمالها فزاعة وقت الحاجة. تذكر أيضا أن لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم، وأنه أرض تلاق وحوار، وقد حرصت على وضع أسس لأكاديمية لتعليم هذه القيم. تم إخلاء سبيل أحد أكبر المتهمين الكبار بالمضاربة في السوق السوداء في لبنان المدعو علي نمر الخليل، كما تم إخلاء سبيل شخص آخر كان قد بقي موقوفا لشهرين في قضية التلاعب بسعر الصرف بحسب معلومات مالية. في صيدة مسحرات رمضان بحسب الزميل عبد المولى خالد ذاكرة من تاريخ الماضي والحاضر وكذلك من فرح الكبار والصغار. وحده عباس قطيش مسحرات رمضان في صيدة القديمة تمرد على وسائل العولمة والتطور وظل بطبلته وتربوشه وغنبازه الأبيض المرقط متحصنا داخل أحياء صيدة القديمة وزواريبها الضيقة العتيقة يوقظ الصائمين خلال فترة السحور وعلى مدى 30 يوما صياما. أما الذين عايشوا وعاصروا زمن المسحراتي منذ ردح من الزمن وهم من سكان صيدا والزقازيق فقد ترحموا على شهور رمضان في الماضي مستغربين اندثار وتلاشي الكثير من عاداته وتقاليده. رمضان بالخمسينات كان يمرق، كنا صغار بس يمرق نطل من الشباك نتفرج عليه. مين يمرق؟ اللي من سحرات يمرق، يعني نطل على هذا الشباك نشوفه، كان يعطي أناشيد، كان يندعي الواحد باسمه، كان بقلب البلد فيش برات البلد، يعني كانوا معروفين اللي من يعني بايات قرانيه يحكوا. حلو كان رمضان له بهجه. يامين رمضان ما ولا كنه رمضان. هلا المسحرات برات البلد بالسياره بيمروا طب 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 طب، ان فئت او عمرك ما فئت. ازاي هلا القديم قديم له راجع الامير كان الصايم، الصايم هيئته غير شكل. هلا الصايم ولا شيء. صغار كنا نقوم نتفرج عليه لما يجي يسحرنا بالليل ونركض ونلعب، وكانت ايام غير الايام والله. ايام المسحرات ويجي المسحرات اللي عندنا على البيت يفيقنا ايه ويقول كلام يذكر الله. كانت ايام حلوه. لو هلا بنطلع على البيت احنا بتشم ريحه سمن الحم العربي بتسله. انا ما في سمن عربي ما بتشم ريحه. يعني بالماضي كان رمضان خير وبركه، اليوم كيف طارت البركه؟ اليوم طايره البركه. ليه؟ ما في بركه خلص. ليه؟ يعني اليوم كل شيء غلي والدولار لعبج الدنيا. ايوه والله يعين العالم. بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، نشرت قيادة الجيش فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشرح مخاطر الألغام والقنابل العنقودية على مساحة مجمل الأراضي المنظفة منها في لبنان وطرق التصرف في حال رؤية جسم مشبوه، وأرفقت الفيديو بتعليق: لا تقترب، لا تلمس، وبلغ فوراً.
خطر الألغام والأنابل العنقودية هو خطر دايم، كونه مشكلة وطنية شائكة نتيجة لحجم التلوث الكبير المنتشر على معظم الأراضي اللبنانية، وهذا الشيء ناتج عن المعارك المتكررة أو القصف اللي صار على هذه المناطق. بيؤدي انفجار هالأجسام الخطرة لحروق، فقدان البصر أو السمع، البتر، وأحياناً بيؤدي للوفاة. بحسب قاعدة البيانات المتوفرة بالمركز، 81% من الأراضي الملوثة تم تحريرها، وباقي 29 مليون متر مربع ملوث حتى نهاية عام 22. عند مصادفة أي جسم مشبوه، ما تقرب، ما تلمس، بلغ فوراً المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على الرقم 05-956-143 أو أقرب مركز عسكري. صاحبة أكبر حدود برية مع موسكو تنضم للناتو، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدعو تركيا والمجر إلى الموافقة ومن دون تأخير على انضمام السويد كذلك إلى الحلف الأطلسي. 1340 كيلومترا هي طول الحدود البرية لروسيا مع فنلندا، ومع انضمام الأخيرة صاحبة أكبر حدود برية مع موسكو اليوم إلى الناتو لتصبح العضو رقم 31 في حلف شمال الأطلسي، أسئلة عديدة تؤرق المتابعين. ماذا يعني هذا الانضمام لروسيا؟ وهل ستتكرر مشهدية حرب أوكرانيا على الأراضي الفنلندية بعد هذه الخطوة الاستراتيجية؟ بولندا كذلك في وضع ليس بمطمئن مع الجارة روسيا، وأبرز ما يعكس ارتفاع منسوب التوتر اتهام رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين بولندا بأنها تريد السيطرة على أجزاء من غرب أوكرانيا، كما اتهم الغرب كذلك بتشجيع جورجيا على خوض صراع عسكري مع موسكو. فمع تكاثر الدول المتحالفة في وجهه، ماذا سيكون عليه رد الدب الروسي؟ وبانتظار الإجابات سواء في السياسة أو الميدان، باخموت محط الأنظار. ومع تأكيد قوات فاغنر طرد العسكر الأوكران إلى محاذاة المدينة، كييف تشدد في المقابل على أن المدافعين عن باخموت الاستراتيجية مستمرون في القتال. في الغضون، جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي رأى على الصين واجبا أخلاقيا يحتم عليها المساهمة في إرساء السلام في أوكرانيا، ويتعين عليها الإحجام عن دعم المعتدي في حرب بدأتها روسيا بغزو أوكرانيا وفق قوله. وكلام بوريل ورد بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بروكسل. في المقابل، أعلنت موسكو عن استقبال أكثر من 5 ملايين لاجئ من أوكرانيا منذ شباط 2022، وأكدت في مؤتمر صحفي أن مفوضية حقوق الأطفال الروسية ليست على علم بوجود أي حالة لفصل طفل من شرق أوكرانيا عن أقاربه ونقله لملجأ أيتام. انتشار أمني في مانهاتن قبل وصول ترامب وإغلاق محيط المحكمة. هو أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا. دونالد ترامب يقف اليوم بين يدي المحكمة ليدلي ما بدلوه بقضية شراء الصمت التي اتهم بها الأسبوع الماضي. وبانتظار ساعة المحاكمة، إجراءات على مستوى غير مسبوق، إيقاف جميع المحاكمات ومعظم أنشطة محكمة مانهاتن، جهاز الخدمة السرية وإدارة شرطة نيويورك وضباط المحكمة على أهبة الاستعداد. الخدمة السرية سترافق ترامب في وقت مبكر من بعد الظهر إلى مكتب المدعي العام. سيتم حجز ترامب من قبل المحققين لأخذ بصمات أصابعه من دون حجزه في زنازين بالقرب من قاعة المحكمة قبل تقديمه للمحاكمة. وبمجرد انتهاء المحققين سيتم نقل الرئيس السابق عبر مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى الطابق الذي توجد به قاعة المحكمة. ليس من المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد تقديمه للمحاكمة. من شبه المؤكد أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق بناء على تعهده الخاص، وعادة ما يخرج المدعى عليه الذي يفرج عنه من الأبواب الأمامية
لكن بدلا من ذلك وبمجرد انتهاء جلسة المحكمة من المتوقع أن يمشي ترامب مرة أخرى عبر الممرات الخلفية إلى مكتب المدعي العام ويعود إلى حيث سينتظر موكبه، ثم سيتوجه إلى المطار حتى يتمكن من العودة إلى فلوريدا حيث حدد موعدا للتحدث علنا. وبانتظار ما ستحمل المحاكمة من مفاجآت وبانتظار كلمة ترامب، مخاوف من صدام أمام قاعة المحكمة. الختام، إلى اللقاء.